زي كل الناس عامله ايه مبدئيا في بدايه الكورس ده. انا حابب اشكر كل الناس اللي خدوا الكورس اللي فات، واتمنى تكونوا استفدتوا من التمارين اللي عملناها، واصوات الطبله بقى بتطلع معاكوا بيرفكت. في الكورس ده احنا هنتعلم المقسوم. طبعا المقسوم ده اهم حاجه في الطبله. اللي بيتابعني من زمان عارف ان انا بطبل على كل الاغاني وكل المهرجانات، وكل الاغاني دي بتحتاج مقسوم معاها جدا. فاحنا في الكورس ده هنتعلم المقسوم بكل اشكاله عشان نعرف نلعبه على اي اغنية احنا عايزين نلعب عليها.